Ассаляму алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной урок по Корану. И сегодня мы с вами продолжим читать суру Аль-Кахф. Сейчас я бы хотел прочитать с 31 по 34 аят, каждый аят по три раза, а потом в конце один раз еще прочитаю эти же аяты, инша Аллах. Прежде чем приступить к чтению этих аятов, хотел бы попросить всех вас, как всегда, поставить лайк к этому видео. Заранее всем спасибо. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنت مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنت مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من
تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين
جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Теперь эти же аяты один раз прочитаю. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك
نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله العظيم. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, на мой YouTube-канал, ставьте лайки, расскажите, пожалуйста, про мой YouTube-канал всем своим друзьям, близким, знакомым, родным. Всем спасибо за внимание, всем желаю доброго здоровья, до новых встреч. Ассаляму алейкум.